في ملف الحرب على غزة، ميدانيا في جنوب القطاع أرسل الجيش الإسرائيلي لواء إضافيا من الكوماندوس إلى مدينة رفح خلال الليل بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وسينضم لواء الكوماندوس إلى الفرقة 162 التي تعمل في الجزء الشرقي من المدينة منذ أوائل هذا الشهر. أما جنوب مدينة غزة فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجنود الأمريكيين التابعين لها استكملوا بناء رصيف بحري بساحل قطاع غزة لإدخال مساعدات مع استمرار الحرب هناك. إذن الرصيف البحري المؤقت تم تثبيته على ساحل جنوب غرب مدينة غزة، تحديدا شاطئ منطقة شيخ عجلين وبعمق 150 مترا بمحاذاة الشاطئ كما ترون على الخريطة. تم تجميعه بداية في ميناء أسدود الإسرائيلي بسبب الظروف الجوية في الموقع الذي سيقام فيه هذا الرصيف في غزة بمساعدة 1000 جندي أمريكي وبتقنيات بسيطة. بحسب بنتاغون، نظام الخدمات اللوجستية على الشاطئ والذي يتكون من 3 أجزاء أساسية: رصيف عائم أولاً، جسر بمسارين يمكن ربطه بهذا الشاطئ وطوله حوالي 550 متراً، ومجموعة أيضاً من سفن الدعم اللوجستي يمكنها إيصال هذه المساعدات إلى رصيف بحري متصل بالساحل. يتوقع أن يتيح هذا الرصيف العائم إيصال نحو 2 مليون وجبة غذائية يومياً. أما عن حماية هذا الرصيف فلن تكون هناك حاجة لتواجد قوات أمريكية على الأرض، وسيكون دورهم محصورا فقط في استقبال وإيصال المساعدات لشركاء يعملون على الأرض هناك مع عمل تقييم أمني يومي لسير العمليات. على كل حال نبقى في هذا السياق وفي هذا الموضوع، ماذا سيقدم هذا الرصيف العائم؟ روان، كيف سيتم مثلا نقل المساعدات من هناك وإلى من ستقدم؟ من سيكون مثلا المسؤول عن هذا التنسيق؟ نادين، بداية من المتوقع أن تبدأ شاحنات المساعدات في التحرك نحو شاطئ غزة خلال الأيام المقبلة، هذا وفق القيادة المركزية الأمريكية. أما عن آلية مرور المساعدات عبر الرصيف العائم، ستكون بوصول المساعدات الإنسانية إلى قبرص عن طريق الجو أو البحر، حيث يتم فحصها ووضعها على منصات وتجهيزها للتسليم. ثم سيتم تحميل المساعدات على السفن التجارية أو العسكرية، ستبحر إلى منصة عائمة كبيرة راسية على بعد أميال قبالة سواحل غزة، ثم ستنقل بواسطة سفن عسكرية أمريكية صغيرة قادرة على الوصول لنقطة أقرب للشاطئ. سيتم إيداع حمولات القوارب من المساعدات في ميناء شيدته إسرائيل جنوب غربي مدينة غزة مباشرة. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الأمم المتحدة ستتسلم المساعدات القادمة عبر الرصيف البحري وتنسق توزيعها في غزة، فيما ستكون القدرة التشغيلية للرصيف البحري في البداية 90 شاحنة مساعدات يومياً، ثم 150 شاحنة في اليوم. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت سابقاً أن الدفعة الأولى من المساعدات البالغة نحو 100 طن غادرت قبرص في طريقها إلى الرصيف البحري المؤقت على ساحل قطاع غزة، وهي الجزء الأول من حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه استرليني، والتي سيتم تسليمها من قبرص وتوزيعها داخل غزة.